ال surface anatomy of the kidney from the back. هنا بنشوف الكيدني من الباك ليه؟ لانها دايما lies on the posterior abdominal wall، فبتتحدد من خلف بباراليلوجرام اهو، ده بنسميه موريس باراليلوجرام. فالموريس باراليلوجرام ده بيترسم لايه بايه؟ قال لك في تو هوريزونتال لاينز اهم واتنين فيرتيكال لاينز. الهوريزونتال لاينز، اول هوريزونتال لاينز عند الليفل بتاع الثيرد 11 ثوراسيك سباين، يبقى هنا ده عباره عن الليفل بتاع ال 11 ثوراسيك سباين، والهوريزونتال لاين الثاني ده عند الليفل بتاع الثيرد لامبر سباين، ادي هنا الثيرد لامبر سباين. يبقى انا ناخد خط عند ال 11 ثوراسيك سباين والثيرد لامبر سباين، وتو فيرتيكال لاينز، ادي واحد على بعد 1 انش من الميدل لاين، وواحد على بعد 3 انش من الميدل لاين، يعني على بعد 1 انش من الميدل لاين وعلى بعد 3 انش من الميدل لاين. ده الباراليلوجرام اللي بيترسم ده اللي هو اسمه موريس باراليلوجرام، وده مقابل للسيرفيس اناتومي اوف ذا كيدني فروم ذا باك.